نفسي بيده. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. قوله الصمد السيد الذي كمل في سدته. عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم.